مني أنا توني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجراء الكلام. مساء الخير. تطبيق الحدود مسألة المسائل ونقطة الانفجار الآتية لا ريب بين تيار الإسلام السياسي وبين معارضيه، وأيضا نقطة لاستقطاب الأصوات وأصوات الفقراء والبسطاء في معركة الانتخابات وغيرها من معارك الإسلام السياسي. تطبيق الحدود الشرعية بين الواقع الذي وصل إلى قول إن حكم جبهة الإنقاذ في شريعة الله هو القتل، وإمكانية التطبيق في حلقة الليلة من أجرى الكلام، حيث من المتوقع أن يقال فيها أجرى الكلام. الإسلام هو الحل، الشعار الأشهر لجماعات الإسلام السياسي بصفة عامة وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة، أين هو الآن من إمكانية التطبيق على أرض الواقع؟ الأزهر الشريف أكثر من 40 شيخ، شيخ أزهر، متعلمين، أساتذة، علماء، فطاحل، عارفين بالله، تحدثوا وتكلموا وحكموا، وخرجت منهم دار الإفتاء المصرية بعلمائها، وكانوا يطبقون شرع الله. وعندما أتى نابليون وأتى بعلماء مصر لوضع القانون الذي يحكم ويسير بين المسلمين المصريين والمسيحيين والديانات الأخرى، أجازوا علماء الأزهر وأجازته دار الإفتاء أو قاضي القضاء في هذا الوقت. وهؤلاء كانوا على قمة من اللغة، قمة من العلم، فكيف نرى من يقول الآن بتطبيق الحدود الشرعية؟ الحدود الشرعية مطبقة منذ زمن. هل يريد المصريون حقاً تطبيق الشريعة؟ وأي مفهوم وتفسير يريده المصريين؟ وهل يمكن تطبيقها قسراً أو غصباً دون رضا الناس؟ هو حالياً ما ينفعش تطبيق الحدود لأسباب كتيرة جداً. إحنا مختلفين في المذاهب، مختلفين في الأديان، مختلفين في الفكر كمصريين. ما ينفعش إن إحنا نطبق الشريعة في وقت البلد ما فيهاش استقرار. ما فيش تطبيق حدود، احنا بنطبق الحدود، احنا من طبعتنا كمصريين بنطبق الحدود من قبل ما الاخوان ما يجوا ومن بعد ما الاخوان يجوا. واي حد اسلامي، احنا مسلمين بالفطره، مسلمين من ساعه ما اتولدنا، احنا مسلمين بنطبق، والحلال باين والحرام باين، اي كلام تاني وهم عايزين يقولوا اللي يقولوا بقى. يعني هي مطبقه اساسا، ومين بيسرق ما بياخدش حكم، مين اللي بيقتل ما بياخدش حكم، هي مطبقه دلوقتي اساسا. طبعا إن شاء الله بالك معايا أنا مع تطبيق الحدود. لا طبعاً، المجتمع المصري دلوقتي مش في حمل إنه هو تطبيق حدود. مر الدستور وقال الشيخ ياسر برهامي: نحن في انتظار القوانين التي تفعل تطبيق الشريعة باعتبارها من وجهة نظره غير مطبقة، فماذا لو لم تأتي هذه القوانين؟ وماذا لو قوبلت برفض شعبي ورسمي متمثلاً في الأزهر كما حدث في مسألة السكوك الإسلامية؟ أنا أرى أن يعرف الناس محاسن الشريعة وأحكام الشريعة وأخلاق الشريعة وسماحة الشريعة والمعاملات والعبادات، وكذلك يعرف الحدود والتعزيرات، وعلى العلماء وعلى أهل السياسة أن يهيئوا الشارع للناس. وخلي بالك، من الممكن بجرة قلم تغير القوانين. بالك أنت رأيت العهد السابق كان ينزل قانونا أو مادة في دستور فتطبق فورا، يعرفها الجاهل، يعرفها العالم، يعرفها الذي يفهم ويعرفها الذي لا يفهم، هي تطبق بجرة قلم، خد بالك، وينصاع الناس جميعا. ولكن فعلا الإسلام ليس هكذا، الإسلام لابد أن يعرف الناس ما يريد الله عز وجل منهم، لأن طاعة الله عز وجل الواجبة على كل عبد مسلم، واخد بالك، وغير مسلم، لأن الإسلام خاطب الجميع، خاطب المسلمين وغير المسلمين.
الصراع السياسي في مصر دخل تحت مظلة الدين، فهل سيحول هذا الأمر شعار الإسلام هو الحل إلى الإسلاميين هم المشكلة؟ إذن بين وجهة نظر الشارع التي تقول بأن الحدود أو تطبيق الحدود هو أصلاً مطبق في مصر وفي المجتمعات الإسلامية، وبين وجهة نظر الإسلام السياسي الذي يقول أن يجب على المجتمع المصري تطبيق الشرع وتطبيق الحدود، حلقة الليلة بين هذين الرأيين سنكتشف حقيقة الأمور، وكما قلنا في السابق أن أجرى الكلام من الممكن أن يقال الليلة. معي في هذه الحلقة ضيفان، الضيف الأول هو الذي سأرحب به بعد لحظات، وهو لن نكشف عن هويته إلا في القسم الثاني، ولكن في القسم الأول سيكون مموه الشكل ولن نعلن عن هويته، ولكن نقول له أهلا بك ضيف الكريم، تفضل. ضيفي أهلا بك. أهلا أهلا، مساء الخير. مساء النور. طبعا لديك وجهة نظر معينة في موضوع تطبيق الحدود، تطبيق الشرع، وفي موضوع الفكر السياسي الإسلامي أو الإسلام السياسي. ومعنا أيضا في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور محمود شعبان، وهو الذي اشتهر بجملة هاتولي راجل، وهو اسم برنامج له، وهو من الداعين إلى تطبيق الشرع كاملا وإلى تطبيق الحدود. ماذا يمكن أن يحدث بينكما في مواجهة الليلة؟ يعني هتبقى مواجهة فكرية أكيد أكثر، لكن أعتقد أن وجهة النظر الأكثر عقلانية هي اللي تطبق في المستقبل السياسي لمصر، مش وجهة النظر الأكثر شيوعا بين الناس. إذن ضيفي العزيز، سنكون معك طبعا خلال هذا البرنامج وخلال القسم الثاني تحديدا لمعرفة نقاط الاعتراض ونقاط الانتقاد على ما سيقوله ضيفي معي في الحلقة. بعد الفاصل نرحب بضيفنا الثاني ونبدأ حلقة الليلة حول تطبيق الحدود. أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام في هذه الحلقة المخصصة لمناقشة موضوع تطبيق الحدود. أرحب بضيفي الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة الأزهر ومقدم برنامج هاتولي راجل على قناة الحافظ. أهلا بك دكتور. ما حصلش لسه ما ابتديتش في البرنامج؟ لا لا لا، هي فكرة فقط يعني. ليه؟ والله الـ القضية تتلخص الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الأخ بس بن يوسف ربنا يهديه ويصلح حاله اجتزأ قطعة قلتها في وسط كلام وأدخلها في سياق آخر. أنا كنت في مناظرة في إحدى القنوات. ليش يصلح حاله؟ مش عاجبني اللي بيعمله، ليش فيه ما يغضب الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سخرية من الناس بهذا الأسلوب، هذا عمل لا يرضي الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس يوم القيامة من يكذب ليضحك القوم. فالسخرية من أناس إساءة، وهذه الإساءة يسأل عنها أمام الله عز وجل. عندنا في ديننا هذا حرام، يسأل عنه، يوضع في موازين السيئات. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن كان هذا الذي يفعله ليس حقا وليس صوابا وليس إسلاما وليس عدلا، يصبح ضلالا يسأل عنه أمام الله عز وجل. لذلك أدعو له بالهداية والتوبة، لأن الذي يفعله ينال من أناس أغلبهم من رموز التيار الإسلامي، أغلبهم أشياخ علماء حملة كتاب الله عز وجل. لا يليق بكم أو بأحد من النصارى مثلا أن يسخر من القساوسة أو من قيادات ورموز الجانب الديني عندكم. هذا يرفض عندكم. طيب لماذا نرفض هذا الجانب عند باسم يوسف ولم ترفضه عند نفسك عندما اتهمت من الموجودين في ميدان التحرير بأن أو في قصر الاتحادية بأن لديهم وقيات زكريا وكحول وما إلى هنالك؟ أليس ذلك تسبب بأذى لهؤلاء الأشخاص؟ أنت أدخلت أمرين في بعض. أنا أتحدث عن برنامج ساخر. نعم. وأنا الذي تتهمني به كنت أنقل واقعا،
أنا نزلت إلى قصر الاتحادية. هل رأيت ذلك بعيني؟ بعيني. تشهد بذلك أمام الله؟ أمام الله رأيت هذا بعيني. أنا أقول لحضرتك حاجة، الذين كانوا هناك أمام قصر الاتحادية كانوا في الخيام ورحلوا، أتى الإخوة ونزلوا. اللي قدام قصر الاتحادية سابوا الخيام ومشوا لما الإخوة الإخوان والسلفيين نزلوا مشوا. المشاكل جت لما البلطجية أتوا يضربون. أنا استغيس بي أناس من شباب هناك يرون الضرب النار وقالوا عبر الهاتف في خلال ساعتين 4 ماتوا. عبال ما رحت أنا الساعة 2 والساعة 3 بالليل كانوا 6 ماتوا في التوقيت ده، هو 6 ماتوا وكلهم من الإسلاميين. العشر اللي ماتوا 9 من الإسلاميين إخوان سلفيين ومحبين للمشروع الإسلامي، وواحد فقط صحفي. الكذب والتدليس الإعلامي حينما قالوا إن الذين ماتوا من المعارضين وأن الذين قتلهم الإخوان، أقسم بالله العظيم الإخوان ما كانت معهم أسلحة، بل من نزل محباً أو مجاملاً معه سلاح طردوه. طيب. وأبعدوه. بس أكمل هذه. بس أين الواقع لما رحلت في هذا الموضوع؟ لما رحلت أروني وأروني ماذا أخرجوه من نعم. هذه أزايز خمرة وقي زكري نعم. قنابل مسيلة للدموع خرطوش نعم. وخرجت ببعضها. الخرطوش ده طلعت بيه على الهواء في الحلقة ذكرته، فكنت أوصف واقعاً رأيته نعم. بعيني. ولكن من أو نقل لي من ثقات. طيب من قال لك أن هؤلاء أو يعني هذه الأشياء التي أروها لك كانت موجودة فعلاً داخل الخيام ولم تكن متسوسة للتشهير؟ جميل جميل، اتهموا بهذا نعم. ومن فضل الله عز وجل وهم داخلون إلى الخيام كانت قناة الجزيرة قدراً تصور معهم، فرأت ما رأوا ولم يسبق أحد قناة الجزيرة. واليوم قناة الجزيرة متهمة أنها واقفة إلى جانب الأخوان والتيارات الإسلامية. قناة الجزيرة وتسوق لهم. متهمة من الكل. نعم. متهمة منكم ومتهمة من الجانب الإسلامي. منا؟ يعني من الفصيل العلماني أو الفصيل يعني الإعلامي. يعني صنفتني. لا لا. يعني لم نبدأ الحلقة صنفتني. لا لا يا أخي الله يعزك أنت. عندما تقول منكم يعني يعني وضعتني بتصنيف في مواجهة التيار الإسلامي. لا 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 أقصد. أقصد الإعلاميين. نعم. الإعلام المصري الداخلي فيما عدا القنوات الأرضية اللي هي تبع مصر صنفتها كذلك. تبع مصر أو تبع الإخوان؟ لا تبع مصر اللي هم بتوع الدولة يعني. إخوان إيه؟ إخوان إيه يعمل حاجة؟ الله يصلح حال. إخوان إيه؟ وزير الإعلام الإخواني مش عارف يعمل حاجة أنا بدي أذكرك. ما زالت القنوات تحارب المشروع الإسلامي بوضوح وتبث بعض الأكاذيب إلى الآن. القنوات الخاصة. القنوات الخاصة. لا القنوات الأرضية. أنا بدي أذكرك أنه لدينا ضيف آخر معنا في هذه الحلقة يسجل اعتراضاته وانتقاداته على ما تقول، وأمامه زرار باللون الأحمر يضغط على الزرار عندما يكون هناك أمر ما لديه انتقادا عليه. يسأل ونجيب، وأرجو أن آخذ فرصتي في الإجابة. نعم فضل. نعم. سنبدأ إذن من أكثر من محور، يعني لدينا محاور كثيرة. هاتولي راجل قصتها ببساطة حتى قصتها كنت رايح مناظرة مع نعم. أخ في قناة مصرية فقالوا ما طلباته، قلت أريد رجلا مذيعا لا أجلس مع امرأة متبرجة. عندنا في ديننا نعم. في إسلامنا لا يجوز لشيخ يقول قال الله وقال رسوله أن يجلس مع امرأة متبرجة نعم. غير محجبة يعني لا يجوز نعم. فرحلت فوجدت امرأة متبرجة، ولكن الشيخ حازم أبو إسماعيل جلس مع عليم من فعل يسأل. أنا أتكلم عن شر، يعني ما فعله هو فعل غير شرعي؟ آه طبعا يسأل عنه بقى علته وضرورته. هو يسأل ولكن يسأل. أنا أسأل في الشرع. أنا عندي لا يجوز أهو أقول نعم. بوضوح وصراحة لا يجوز لشيخ أن يجلس مع امرأة متبرجة حكم شرعي نعم. قولا واحد ودليل هو بقى يقول عندي ضرورة ودليل على ذلك ضرورة. أبلغتنا وأنت في طريقك إلى هنا أنه إذا يوجد أي امرأة داخل الاستوديو ستغادر. صح حصل. صح. ولدينا زميلة محجبة، مش حضرتك المذيع؟ لا بس لدينا زميلة محجبة اضطررنا أن نجعلها تغادر استوديو خوفاً. أنا من أطلب أن يكون المذيع رجلاً نعم. هذا ما قصدته. أنت قلت أي امرأة أشاهدها داخل استوديو هذا اللي أسألك يعني في الشارع على في الشارع امرأة ما احترم نعم. حضرتك بعمل إيه يعني؟ مش عارف هذا اللي عاوز أسألك إيه؟ لا لا ما هو أنتوا بتفهموا بمزاجكم. بصراحة أنا لا يحل لي أن أجلس أمام امرأة متبرجة ولا أن أعين المشاهد على أن يشاهد امرأة متبرجة. طيب يعني امرأة لو أنا أمام امرأة متبرجة امرأة وغضبت بصري، طب المشاهد اللي بيشاهد الحلقة امرأة محجبة، يعني إذا من يحاورك هي امرأة محجبة، حجاب شرعي كامل حقيقي. ما هو الحجاب الشرعي الكامل الحقيقي؟ الذي يغطي
سائر بدن المرأة عند نعم. جمهور عند قوم من أهل العلم كل بدن المرأة، وعند قوم الوجه؟ عدا الوجه والكفة، عند قوم هذا وعند قوم نعم زي. عند حضرتك عندي أنا أرى النقاب فرض بالنسبة لي أنا. النقاب ما ترجح لي من خلال الأدلة ودراستي للأدلة وعندي نعم. أدلة وأناظر أي أحد على هذا، وإن كان رأيي خطأ أعود إلى الصواب إن شاء الله، لكن أقل أهل العلم قالوا بوجوب الخيار. طيب. الرئيس ما أحد نزل عن ذلك. الرئيس مرسي يسأل أيضا عن جلوسه مع مذيعة غير يسأل محجبة. وقلت هذا على الهواء، قلت هذا على الهواء وأنكرت هذا على الهواء، قلت أنت رئيس مصر قل لهم إيتوني بمذيع أو مذيعين رجلين، هاتولي الراجل ده. كان السر على فكرة إن الدكتور مرسي جلس مع امرأة متبرجة، ومن حقه وهو رئيس مصر أن يقصر ويقتصر في حواراته على الرجال فقط. فأنا لما رحلت وجدت امرأة متبرجة رفضت ورحلت، قلت أنتم مش كويسين لأن أنتم وعدتوني بذلك. قالوا طب انتظر هنجيب راجل مذيع، وجابوا راجل مذيع وعمل معي الحلقة. فالدكتور عاطف قال لي وجابوا لك راجل، قلت له جابوا راجل. طيب نحن نقول دائما الإسلام أعطى المرأة حقوقا وكرم المرأة وكل هذا الكلام الجميل واللطيف عن المرأة. عندما نتصرف مع المرأة بالشكل الذي توحي به حضرتك، يعني أنه لا أجلس مع امرأة، يجب على المرأة أن تكون أجلس مع امرأة متبرجة، متبرجة وغير متبرجة مع يعني لا تجلس مع أي امرأة إذا إن لم تكن منقبة. أيوة، لكن هناك من أهل العلم وغالبية عظمى تقول الخمار هو المفروض، ظهور الوجه والكفان جائز. وأنا عندما أفتي أذكر رأيي. أنا أتكلم عن حضرتك تحت. حضرتي يعني أين احترام المرأة في هذا الموضوع؟ أنك لا تجالس امرأة. عفاف المرأة أعظم احترام لها، عفاف المرأة نعم. أعظم احترام لها. لا وجود لملة سماوية ولا أرضية أكرمت المرأة مثل الإسلام. يعني أي امرأة غير محجبة في هي أوروبا امرأة يا غير أخي عفيفة الفاضل يا لا، العفة وضع والحجاب وضع. لا، أي امرأة غير محجبة هي امرأة غير عفيفة، مخالفة أمر الله وعاصية لأمره، متبرجة عاصية أمر الله، إن لم تتب تكون من أهل النار. وعندي الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أي امرأة لا تلبس الحجاب هي عاصية ومخالفة لأمر الله عز وجل، ننصحها باللين أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى أمر الله عز وجل، فإن لم تتب وماتت على ذلك تكون من أهل النار. طيب إذا امرأة يعني طبقت كل قوانين الشرع عليها من اللباس والتصرف وما إلى هنالك، هل تقبل بها رئيسة للجمهورية؟ لا. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، نهى النبي عن ذلك، عندنا نصوص شرعية. ولا أقبل أن يكون نصرانياً رئيس لمصر. لماذا؟ لأن إسلامنا نهى عن ذلك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً، لا يجوز. ولا وجود لهذا في أي دولة، لا وجود لأقلية يخرج منها حاكم يحكم الأكثرية، بل كل دساتير العالم إلا القلة القليلة تشترط في دساتيرها أن يكون الرئيس نصرانياً من الملة الغالبة على البلد، واقرأ دساتير العالم. هل يأتي يوم ترى في إنجلترا رئيسا مسلما؟ لن يكون. أمريكا لن يكون. يقال إن أوباما من أصول لا إسلامية. هو ما ملته؟ نصراني. هل تقبل إسرائيل أن يكون لها قائد مسلم؟ الإجابة لا. إنما القضية ليست في الرئيس، في الحقوق. عندنا حقوق النصارى فوق ما يتخيلون. إسلامنا أمرنا مع النصارى بما لا يتخيلون وما لا يحلمون. أمرنا ربنا بالبر والقسط، والبر كلمة جامعة لكل خير، والقسط يعني العدل. لو أنني وقفت مع نصراني أمام القضاء تحت مظلة الإسلام، إن كان صاحب حق سيأخذ، وإن كنت ظالما سأعاقب. هذا إسلامنا. إسلامنا هو الذي جعل علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يأخذ حقه من يهودي لأنه لا بينة معه. يهودي سرق درع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، أمير يعني رئيس لا. العالم الإسلامي، الدول طيب. الإسلامية كلها. يعني هل حضرتك تطالب بتطبيق الجزية على المسيحيين في مصر؟ أطالب بتطبيق شرع الله عز وجل. الجزية، أنا أسأل عن الجزية، هل تطالب؟ لو علم النصارى معنى الجزية لطالبوا بتطبيقه. ما هو معنى الجزية؟ شرع الله كلية، لو طبق شرع الله عز وجل لكان أسعد الناس النصارى. وأعطيك مثال، مثل الجزية عبارة عن مبلغ 2 دينار أو دينار
أو ثلاثة دينار حسب ما يتراءى للحاكم بنصوص يعود إلى أهل العلم فيها ويحدده. مبلغ يؤخذ من المقتدر من السري من صاحب المال كل عام وما عليهوش زكاة. أسألك سؤال بقى، الأستاذ نجيب ساويرس عنده مليارات، عارف الدولة ما تاخدش منه زكاة وتاخد من المسلم زكاة المليارات 2.5% يعني مئات الملايين. الأستاذ نجيب ساويرس ولكن بتاخد ضرائب، الضرائب على الاثنين. يعني الدولة لا تجمع الزكاة، الدولة تجمع الضرائب. هذا في إسلامنا واجب، في إسلامنا الذي نبحث. أنت بتقول شريعة، أنا بكلمك عن الشريعة. سنطبق الزكاة فرضا على المسلمين ولن نأخذ زكاة من النصارى، بل سنأخذ الجزية 2 جنيه فقط في العام. هتلاقي إن اللي معاه فلوس من النصارى دفع 2 جنيه مبلغ لا يتخطى 3-4000 في السنة، يعني 300-400 جنيه في الشهر، بينما المسلم دفع الملايين المليانة. ثم إنه تكون الجزية مقابل الحماية، لو دخل النصراني الجيش ما عليهوش جزية زيه زي أنا بحميه، أنا أخش الجيش وأبذل نفسي من أجله. طب خليه يدخل الجيش، خلاص انتهى ما عليهوش جزية. أنت مع تطبيقها أو لا؟ تطبيق إيه؟ الجزية. هذه رفاهية فكرية عالية، نحن مع شرع الله عز وجل. النصارى لو رأوا الإسلام الحقيقي منا هم الذين سيبحثون عن تطبيق شرع الله عز وجل. إسلامنا لا يتوقف على الجزية، والجزية لا تمثل 1% من تعاليم الإسلام في باب المال، لا تمثل 1%. إحنا هنا نجتزئ النصوص ونبحث. أنت مع تطبيقها أو لا؟ الشرع كلية يطبق، أنا معه بشروطه وضوابطه التي يعني نحتاج لحلقات لبيانها. يعني أنت مع خروج المسيحيين من الجيش؟ لا، لست مع ذلك. يعني الشارع مع خروج المسيحيين من الجيش؟ لا، لست مع ذلك. لو رأوا الخروج ورأى ولي الأمر خروجهم ونحن الذين نحمي البلاد تطبق الجزية، وهي مصلحة لهم كما ذكرت. طيب، قبل أن نذهب إلى فاصل سأطرح عليك سؤالا مهما، وهو الذي أثار بلبلة خلال الفترة الماضية، وهو الحكم بإهدار دم أعطاء جبهة. هذا لم يحدث، هذا كذب. هذا كذب، كذب. بعد الفاصل إعلام. بعد الفاصل سنناقش ما الذي حدث وما هو الكذب، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نتابع هذه الحلقة من أجرى الكلام. والسؤال كان قبل الفاصل حكم جبهة الإنقاذ في شريعة الله القتل، هذا نص كلامك عفوا، فهل ينطبق هذا الكلام على كل معارض للرئيس مرسي سواء من الساسة أو من الناس عموما؟ وقلت لي أنك لم تقل هذا وهذا كذب، ما هو صحيح وما هو الكذب؟ قلت القتل؟ نعم، ما أنا هقول لحضرتك بس هي المشكلة ليس تراجعا عما قلت. نعم، محمود شعبان لا يخاف إلا الله. نعم، ولا أقول إلا ما يرضي الله، ما قلت كلمة قط رجاء رضا مرسي أو الإخوان أو السلفيين، أنا لا أرضي إلا رب العالمين، كن على يقين من هذا، ولن أتراجع عن حق رأيته، وإن أخطأت أنا أحقر إنسان وأقل إنسان أمام معصية الله عز وجل، إن أخطأت لا حرج عندي أن أتراجع وأقول أنا أخطأت وأعتذر. طيب، الدنيا بأسرها. قلت أم الملخص تقلت. قلت بس المعنى ليس الذي فهمته. نعم، عندنا نحن أهل العلم الشرعي عندنا ضوابط، كل كلمة توزن بميزانها. يو. الحكم خلاف الفتوى. الحكم أنا الشرعي، لم أقل فتوى، أنا قلت حكم. أنا بقوله. نعم، الحكم الشرعي حكم ثابت، حكم ثابت لا يتبدل، الفتوى تتبدل. الحكم الشرعي عبارة عن حكم من يخرج على الحاكم ويريد إسقاطه ويفسد في البلاد والعباد وتراق الدماء بسببه، حكمه في الشريعة الإسلامية القتل. قال النبي ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة يعني قلبه. يعني هذا أقول بس النصوص، عفوا بس يعني تكون أنا متابع مع حضرتك والجمهور متابع معنا، يعني هذا ينطبق على من سار على 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 مبارك. هنقول أهو، هنقول كل اللي نفسك فيها هيك، بس اديني فرصة أتكلم وبعد كده أسأل. تفضل. يعني أستأذنك، أنا أخذت معي الكتاب وقدرا أتيت به معي، صحيح. نعم. مسلم، صحيح مسلم ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله
عند المسلمين. قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبي فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. قال النووي معناه يعني اللي خارج على الحاكم اللي عاوز يسقط الحاكم وفي سلاح وفي ناس بتموت وفي إزاء وفي خراب ودمار للبلد وعاوز يدخل البلد في فوضى، ده نعمل معاه إيه؟ قال ادفعوه بكل سبيل، يعني امنعوه من هذا بغير القتل، أي طريقة نزقه نمنعه نحبسه نعتقله، فإن لم يندفع إلا بقتال يعني حرب قاتلناه، فإن قاتلناه هو ومن معه ولم يندفع إلا بقتله جاز قتله ولا ضمان عليه. معنى كلام النووي وحضرتك أن القتل يأتي آخرا وليس أولا، القتل يأتي إيه؟ آخرة وليس أولا. بس لماذا ذكرته أولا؟ ما أنا ذكرت اللي أنا بقوله ده ذكرته في الحلقة بس هم قص ولازم، عشان كده بقول لك الإعلام هو صانع المشكلة. إعلام مصر من وجهة نظري يبحث عن حرق مصر إلا من رحم ربي، القلة القليلة هي التي تبحث عن مصلحة مصر. طيب دعنا عفوا بس أكمل. لأنه نحن عندنا كمان ضابط من الوقت كي لا نضطر إلى كي لا نضطر إلى أنا قص قلت بعد هذا الجمعة. الكلام بس ركز معي بس وقلت نحن اليوم مباشرة على الهواء والناس كلهم عم بيسمعونا، انا عاوز اكمل بس دقيقه خلاص. ما انا رح وفر عليك، ما انا رح وفر عليك. معلش، ماذا يجب ان يحدث باعضاء جبهه الانقاذ حسب شريعه الله؟ بل الاجابه جايه لك بس اعطيني ما يجب. سالت الاشياخ هيئه كبار العلماء في الازهر، قلت يا اشياخنا هذه الاحاديث اسقطوها على الواقع، ان كانت هذه الاحكام تنطبق عليهم. توجهت بعدها للدكتور مرسي وقلت يا دكتور مرسي طبق شرع الله، وقلت تطبيق هذا للحاكم وللقضاء وليس للأفراد، يعني بمثابة بلاغ رسمي ضد هؤلاء من يفعل كذا ويثبت عليه كذا أطالب الدكتور مرسي بتطبيق شرع الله عليه. ثم قال الدكتور عاطف لا يستطيع، قلت على الأقل يطبق القانون في قوانين البشر ما يصل إلى حد الإعدام، قلب نظام الحكم وإفساد البلاد والعباد. وكررت 3 مرات إن التطبيق للحاكم وللقضاء وليس لأفراد الشعب، ولم أتوجه للناس قائلا من رأى هؤلاء فيقتلهم. يعني يجب إهدار الدم حضرتك. نعم، معناه إن أنا أوجه كلامي للناس يا جماعة، يعني اللي شوف فلان يقتله. من قلب نظام مبارك يجب أن يعدم، هذا مع الحاكم الصالح غير الفاسد غير المبتدع غير الظالم بإجماع أهل العلم. أما مبارك فقد كان حاكما ظالما، ومن سوى بينه وبين مرسي. هناك ملايين في الشارع ينظرون إلى الحكم الحالي بأنه حكم فاسد لا وظالم. كيف هم لا؟ الذين يظلمون. كيف لا؟ ليه؟ 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 ليش لما كانوا عم بيطالبوا بإسقاط مبارك؟ المرسي فعل ما فعله مبارك، كانوا مظلومين تاليوم هني ظالمين. لأن مبارك ظالم بإجماع أهل العلم، سرق أموالنا. مبارك اللي اتسرق في آخر 15 سنة بشهادة الاندرشن الفضائية الأوروبية 5 تريليون دولار، 5000 مليار دولار، كانت تكفي مصر لتوفير 90 مليون مليونير، يعني أقل واحد في مصر نصيبه من الثروة مليون، وكانت تكفي مصر لمساعدة ربع الدول الأوروبية. أنا سأترك. مبارك حارب الشريعة الإسلامية، مبارك حارب الإسلاميين واعتقل وظلم وقتل وأفسد البلاد والعباد. أنا سأترك. مبارك كان عميلا لأمريكا وللغرب. هذا الكلام مرسي سهل. ليس كذلك. هذا الكلام سهل أن يقال الآن، ولكن لما لم تقله في السابق زمن مبارك. لا لا لا. أنا. نعم. أنا قلت هذا. أين؟ على منابري. النت موجود عند حضرتك، وادخل وانظر خطب محمود شعبان: حبست واعتقلت من أجل قولة الحق أيام الله مبارك. أنا الذي قلت له اتق الله يا ظالم في أعراض المسلمات. أنا الذي قلت في خطبة بعنوان وموجودة سنة 2009 الأمة الإسلامية بين التهويد والتنصير، قلت حكام المسلمين على رأس مبارك خاونة باعوا الدين والوطن، قلت هذا وحبست واعتقلت ومنعت من أجل هذا. أنت أخطأت الطريقة يا أستاذ، أنت تتكلم عن رجل قال الحق لله في وجه الظالم لا يرجو إلا ما عند الله. أرحب بضيفي الدكتور إسلام البحيري، رئيس مركز الدراسات الإسلامية في مؤسسة اليوم السابع. أهلا بك دكتور. أهلا تون. رأينا خلال الحلقة الضوء الأحمر أنيرة أكثر من مرة، ما هي أكثر انتقاداتك أو اعتراضاتك على ما قاله الدكتور محمود شعبان؟ هي أكثرها هي كتير قوي، مش هقدر أتقل هنا، لكن هقول لك بس إن السمت العام كالعادة تيار الإسلام السياسي إن هو بيخلط كتير خلط فادح بين الدولة الحديثة الدولة الأم وبين الخلافة العظمى اللي هي موجودة عندهم في الكتب، هم مش قادرين يفرقوا التفرقة دي.
وكل ما قاله الشيخ محمود في التفرقة دي يقدر يبان جدا. هناك فرق كبير كبير جدا جدا لم يستوعبه تيار الإسلام السياسي لانغلاقهم على كتبهم وعدم معايشة الواقع بين الدولة وبين الرئيس الديمقراطي اللي جيب طريقة ديمقراطية بانتخاب الشعب وبين الإمامة العظمى والأمير والبيعة والحاجات التراثية. هل تؤيد مقولة من يقول اليوم في الشارع أن الإسلام السياسي الموجود اليوم هو شوه صورة الإسلام بالنسبة للرأي العام يعني الداخلي والخارجي في آن؟ في تجارب إسلام سياسي في العالم، في أندونيسيا، في تركيا، قد تكون أضافت شيء للإسلام أو طريقة التعامل مع المحدثات يعني. لكن الإسلام السياسي الوهابي السلفي، التيار السلفي عموما بالذات بما فيهم داخل فيهم الإخوان، الإخوان منهم سلف ومنهم غير سلف، هو اللي أساء كثيرا لفكرة الإسلام السياسي بالذات في مصر، لأن مصر منبع الحركة أساسا بالنسبة للإخوان، وأما التيار السلفي فهو مستورد، إحنا عارفين مستورد منين. وفي كل الأحوال التجربة المصرية بالذات والتونسية أساءت كثيرا كثيرا لفكرة أن يحكم الإسلام أو من يمثل الإسلام. ما هو الشيء الذي أثارك، يعني أكثر شيء أثارك في كلام الدكتور محمود؟ الحقيقة مش عارف ابتدي منين والله، من أول ما كلمته عن باسم يوسف فقال هذا والله، بعد ما قال عليه شاذ جنسيا وقال عليه مش راجل. أنا لم أقل إنه شاذ جنسيا يا أخي. لا طب قلت مش راجل باين، وأبو جهل هو اللي راجل وأنت مش راجل، مش قلت أنا كده؟ ما قلتش إنه هو شاذ جنسيا. ولا فرغالي وعلي؟ أنا ما قلتش هذا يا أخي. أمال قلت إيه بالظبط؟ لا تعرف بما لا تعرف ولا تتهم الناس بالباطل. لا الكلام ده اتكلم بلغة تانية عشان ممكن أكلمك بنفس اللغة. لا لو تقدر تتكلم بنفس اللغة اتكلم. هنشوف دلوقتي هنقدر عليه. هنشوف دلوقتي هنقدر عليه، خليك. أنا لم أتهم أحدا بشيء يا أخي الفاضل. قلت عليه مش راجل ولا لا؟ لا لم أقل هذا. أقسم بالله العظيم التسجيل على النت، قلت مش راجل وأبو جهل هو اللي راجل. أنا قلت شاذ. أنت قلت علي وفرغالي، قلت ما ينفعش فرغالي يبقى باسم. مش عايزين نتكلم في الكلام الوضيع ده. اتق الله ولا تجتزئ النصوص. كلام وضيع من سياقي. أنت كله عندك اجتزاء، وما أنت بتتكلم في إيه؟ والله أنت اجتزأت النص من سياقي. صح صح. أقسم بالله. برافو. يحاسبني ربي على يميني، أنت اجتزأت النص وأنت من سياقي. وأنت شتمت باسم يوسف بس؟ أنت كنت أتكلم باسم يوسف بس؟ يا أخي الفاضل عن الشواذ وزواج رجل من رجل. قلت بالنص هل ينفع علي يتجوز فرغالي؟ ما ينفعش فرغالي، ينفع باسم. قلت كده ولا لا؟ يا اخي اتق الله. قلت كده ولا لا؟ ماذا علق هو وماذا قال؟ مالناش دعوه باللي قاله. انت ازاي ماذا انت علق مش بتقول حامل القران؟ انت مش بتقول انت حامل القران، ازاي تقول كده اصلا؟ احمل كتاب الله ويشرفني هذا. يشرفك ازاي ودي اخلاقك ازاي؟ ده انت شتمت شيخ الازهر. يا اخلاقي اسلاميه يا شيخ. صح فعلا اخلاق اسلاميه فعلا. هذا هو الاسلام الذي لا تعرفه صح. انت صح الاسلام بتاع الشتيمه. صح؟ ما سببت احدا، انتم الذين تسبون. صح انت ما سببتوش. اتني بكلمه سببت فيها احد. قلت له انت مش راجل وابو جهل هو اللي راجل. قلت مش راجل. ليست هذه رجوله. الا لا تعرف دي تفرق. ان يا اخي صح. اسمع بقى تعلم. صح ما هتعلم منك يا اخي. صح. فعلا ان حلق اللحيه الذي انت فيه من خوارم المروءه في الاسلام. طبعا طبعا، هي المشكله كلها في شويه الشعر. بقول اتق الله. صحيح. هذا كلام أجمع عليه الأئمة الأربعة. متأكد؟ أنتم لا علم لكم بالشريعة أصلا. ما أنت ما تعرفش. ما أنتم تبحثون عن إسلام أمريكا وأوروبا. صح في إسلام في أمريكا وأوروبا جنة فعلا. الإسلام اللي عاوزاه أمريكا وأوروبا. صح. إسلام منزوع الأنياب، منزوع الدم. إسلام يا حبيبي الانبطاح. أنا مش حبيبة. أمام الفكر الصهيو غربي. أنا مش حبيبة. والأنجلو تورات. أنا مش حبيبة. أسأل الله أن يجمعنا وإياك تحت مظلة الرحمن إن شاء الله. قبل أن نتابع دعونا نتوقف مع فاصل، يتفضل إلى جانبي يا دكتور إسلام البحيري. بعد الفاصل نعود لمتابعة هذه الحلقة. أهلا بكم جديد في أجرى الكلام. نتابع هذه الحلقة مع الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة الأزهر، ودكتور إسلام البحيري رئيس مركز الدراسات الإسلامية في مؤسسة اليوم السابع. ويبدو أنه خلال الفاصل كانت سخونة الحلقة أقوى مما كانت عليه على الهواء. نتابع مع دكتور إسلام بعض النقاط التي اعترض عليها قبل أن نترك للدكتور محمود حق الرد على اعتراضات دكتور إسلام. تفضل. الحقيقة لب الحلقة الأساسي عن موضوع جابة الإنقاذ أو تطبيق الحدود. نعم. خليه للجزء الثاني، بس نقول شوية النقطة اللي انتوا اتكلمتوا. نعم. فيها فضل. قبل الفاصل. فضل. أنا مش جاي دافع عن باسم، باسم جدير ومدافع عن نفسه، بس أنت قلت الكلام ده ودي مش الأخلاق حملة القرآن اللي أنت بتتكلم عنه. حملة القرآن المفروض يبقى أخلاقهم حتى لو سخر منهم إن هم ما يقولوش الكلام بتاعك، على الأقل هو ما قالش كلامك. ما قالش عليك أنت مش راجل. هل باسم قال عليك أنت مش راجل؟ أنت قلت عليه مش راجل.
ابو جهل راجل وانت مش راجل بالنص. انا قلت ابو جهل راجل وهو مش راجل. مش فاكر ولا نسيت؟ لا اللي بيعمله ده مش رجوله. مش لا 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 مش راجل. انت قلت يعني مش راجل والتسجيل على النت مش من الرجوله يعني. لا لا مش راجل. ما احنا مش هنقعد بقى نفسر. بص بقول لك ايه، في بلاغه في لغه. لا لا سيبك من الكلام ده، مدلولها. لا سيبك من الكلام ده. سؤال عاميه، انت بتتكلم في العاميه وكلام عليها مدلوله. سؤال، حينما يقال فلان ليس رجلا في بيته يعني ايه؟ يعني مراته اللي بتديره. فلان مش راجل في قراراته في اخلاقه. انت قلتها في العموم. يا اخي الله يعزك راجل وانت مش راجل. الرجوله يعني يتحلى. لو قلت في بيته ولا قلت في الحلقه. اسمع بس اسمع بس، يعني لا يتحلى باخلاق الرجال. لا لا سيبك من الكلام ده. انما لم اقل انه انثى. لو هو رفع عليك على فكره قضيه كان كسبها، بس هو مش عارف ليه ما رفعش. لا يستطيع اصلا. مش الموضوع مش لا يستطيع ليه، احنا في دوله قانون. لاننا لم نسئ لاحد اصلا، انما الكل يسيء اليه. انت ما سئتش لحد ابدا. يا اخي انتبه يا اخي، ان كنت طالب حق اصلا اعلم انت ما سئتش. ان نفي الرجوله ليس معناه الانوثه. انت ما سئتش لحد غير باسم. انما يعني نفي الكمال. انت ما سئتش لحد غير باسم بس. خليك بس في كلامك. ايه يعني خليك بس في كلامك انت مش انت اللي قول اسئلتك. خلينا انا خلص. اسالك انا عندي موعد. انت بس ده اسئله الباسم. قول بس. قول اعتراضاتك. قلت عن شيخ الازهر. ايه قلت عن شيخ؟ خليك بس في اسئلتك يلا عشان انا بسالك اهو. انت قلت عن شيخ الازهر مالكش دعوه. لا يريد اسلاما ولا يريد دين، يعني ماليش دعوه. مش دي اخلاقك اللي احنا جايين نناقشها؟ بس انت بتناقش اخلاقي. مش انت جاي تناقش اخلاقي القرآن. ما انت بتقول بنتريق عليكم. مش انت بتاع حملة القرآن بتتكلم عن شيخ الازهر وتقول لي مالكش دعوه؟ ايه حضرتك تحفظ القرآن؟ يا سيدي انت مالك بيا؟ انا احفظ كتاب الله وانا ابن العاشر. حلو. وادعو الى الله من 25 عام. فين الاخلاق ده؟ فين الاخلاق دي؟ فين الاخلاق ايه؟ ولا عبد الله بدر هو اللي مثل دلوقتي بعد سألني عن نفسي ما سوء الاخلاق الذي تكلمت فيه؟ انت قلت عن شيخ الازهر ايه؟ الوثيقه التي وضعها شيخ الازهر ما زلت اقول تبعدنا عن الشريعه. بس ده مش معنى انك تقول لا يريد اسلاما ولا لا يريد الشريعه الاسلاميه. قلت علماني. لا يحرص. قلت علمني الازهر مش علماني. طيب قلت يا دكتور علي جمعه يغور في داهيه دي اخلاق؟ قلت الدكتور علي جمعه كانت له فتاوى قبله اختلفت بعدما اصبح مفتيا لمصر. ثواني عدت الكلام ده. انت قلت يغور في داهيه ولا لا؟ قلته مما تقولون. قلت يغور في داهيه ولا لا؟ قلته مما تقولون. يا عم اسمعني. مما تتهمونني به. اتفضل. قاله الدكتور علي جمعه الحسني. قلت يغور في داهيه ولا لا؟ قلت يغور في داهيه ولا لا؟ اسال الله ان يبعده عنا. قلت يغور في داهيه ولا لا؟ قلت اسال الله. طب دي اخلاق؟ دي حتى الراجل اكبر منك سنا بلاش علما، بلاش ان هو يفصل 10 منك. لا هو علما، علما اعلى مني. طب سنا يا راجل احترمه. لكنه ليس عاملا بعلم. سنا احترمه، ما فيش حد بيحترمه. ليس عاملا بعلم. يعني باسم، حمدين، البرادعي، الهام شاهين يا عيني، اي حد بيتشتم عندكم، شيخ الازهر، اللي مش عاجبكم الصوفي، علي جمعه، وما بتحترم مين؟ انت بتحترم مين؟ فاضل مين احترمته؟ من يعمل بدين الله. فين مين على مزاجك انت؟ من يعمل مين؟ بدين الله. عاصم عبد الماجد. من يعمل بدين الله. عاصم عبد الماجد صديقك. حذاء عاصم عبد الماجد قد يكون اكرم من غيره. عايز اقول لك بس عاصم عبد الماجد. عاصم عبد الماجد معلومة. في طلبه للحق خير من كثيرين القاتل ممن المحترف. الارهابي لم يكن قاتلا. اللي قتل 118 روح مصريه. اتق الله. حذاؤه بشيخ الازهر. اتق ما جبتش حذاؤه بشيخ الازهر. اتق الله ولا تكذب. بمين؟ اتق الله ولا تكذب. انت اكبر كذاب في الدنيا اصلا. تأدب بأدب دلوقتي. الحوار انا ما قلتش سلقتك. ولا تبقى يا سيء الادب. بس 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 لما تأدب. احترم نفسك. احترم نفسك. تأدب بأدب الحوار وإلا سلقتك باللسان. انا بكلمك بلغة. والله لا تعرف ادبا انت. صح انا اتعلمت منك. وما علمت الادب قط. اتعلمت منك انت. وما مر الادب على بيتي. عدم وجود الادب ده. انت شيخ الازهر لحد ازهر واحد شتمته. نحن وجاي ما تعتذرش. والله ما شببت احد. صح صح. ولا اعتذر عن حق رأيته. عاصم ماجد الإرهابي القاتل المحترف ليس قاتلا ولا إرهابيا. هو اللي بينظر ظالم مثلك. صح دكتور. يبقى السادات اتقتل صدفة. حدثني عن نفسي اجب. واحداث اسيوط كانت صدفة. دكتور محمود حدثني عن نفسي اجب. خلاص ما تجيبش سيرة. دكتور محمود لحظة. انت اللي جبت مش انا. دكتور محمود انت قلت صاحبك وحبيبك. انت اللي جبت. اشرف بيه. حذاؤه بمين قلت؟ اشرف بصداقة عاصم عبد الملك. اشرف انت بقى والزمر والحبة بتوعك. اشرف بصداقتهم. برافو دكتور. أشرف بهم. أنا عايزك تبين ده للناس أكثر. الآن أشرف بهم. تاني أنا بعيد عن الناس. كل تصرفاتهم أشرف بها. تاني. وحينما يخطئون أقول أخطأوا. ده قتل كل مش يؤخذ منه ويرد عليه. دكتور محمود أقول الآن قتل. الآن عاصم عبد الماجد من الاتجاه اللي لم يتب عما كان ويرى أن قتل السلام حلال. الآن أقول الآن أشرف معرفتي الآن. طيب تفضل. تفضل. أنت قلت بدك ترد على دكتور إسلام. لا انا لسه ما كملتش النقطه. نرجع بنكمل. نرجع بنكمل بس خلينا نرد مقطع بمقطع. يا اخي الخلط بين الدين والدوله عندنا. نعم. الدين حكم على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء. وظيفتنا ان نسوس الناس في السياسه بشرع الله. ندخل الى السياسه لنطبق شرع الله عز وجل. شرع الله الذي هو عبادات ومعاملات واخلاقيات وعقائد وحقوق. العدالة الاجتماعية من شرع الله عز وجل. الحدود التي يتشدقون بها لا تتخطى 1% وهي قليل من باب يسمى باب العقوبات.
إن الحد الأدنى والحد الأقصى الأجور شرع الله عز وجل، إن إحقاق الحق وإبطال الباطل شرع الله عز وجل، إن إعطاء كل ذي حق حقه شرع الله عز وجل، إن الانتصاف من الظالم للمظلوم شرع الله عز وجل. طيب. فلم نخلط بين هذا وذاك، والكل مقنع مقتنع أن مرسيا رئيس مصر وهو ولي أمرنا الشرعي في مصر، لم أكن خليفة ولا أمير المؤمنين، لم يقل بهذا أحد. هذه واحدة. الثانية يقول شوهنا صورة الإسلام، إنما الإعلام هو الذي شوه صورة الإسلام السياسي. الإسلام السلفي والوهابي والإخواني ليس هذا عندنا، الكل يريد شرع الله، شرع الله الذي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بما يناسب العصر، هذا الذي نريده. ينتصف من الظالم ولو كنت أنا، ينتصف من الظالم ولو كان إخوانيا أو سلفيا، ينتصف من الظالم ولو كان ينتسب إلى أي فصيل. لو أخطأ الدكتور مرسي نقول ونصوب وننصح لله، لو أخطأ الإخوان نقول. أنا وقفت للدكتور مرسي وقلت بنك النكد الدولي القرض بتاعه ربا، وأوروبا القرض بتاعها ربا. أنا الذي قلت له يا دكتور مرسي من أمن العقوبة أساء الأدب. طيب. وما زلت أقول له طبق شرع الله يا دكتور مرسي، وما زلت أقول مصر لن تنصلح إلا بشرع الله عز وجل. في حال فرض الحجاب وسيدة لم تلتزم بالحجاب ونزلت الشارع متبركة، ماذا يكون عقابها الشرعي أو كيف تتصرفون معها؟ أعرفش. شيخ الأزهر قلت لازم يمشي دلوقتي استمارة 6، ما قلتش استمارة 6؟ قلت نتمنى من الله زهد، قلت إنه هو لا يريد إسلاما ولا شريعة. قلت يا أخي الفاضل، طب ده الأزهر اللي أنت عايز تتكلم في جابة الإلقاء. خلاص جت جابة علماء، ناس محترمة علماء أحسن من شيخه. طبعا ما ينفعش يبقى نائب رئيس مسيحي للرئيس يموت فيبقى الرئيس بالنسبة له مسيحي، لأن لا ولاية لكافر على مسلم. انت عارف انت قلت ايه دلوقتي؟ لو في دولة فيها قانون انت تتحبس لانك حقرت رجل في اهل وطنه. انت تقول على المسيحي كافر ليه؟ لان الله كفره. لا مش صحيح، ربنا اتكلم على العقيدة، لكن لما اتكلم عن اهل الكتاب قال يا اهل الكتاب. يا اخي اتق الله، كمان تدليس. انا اللي بدلس. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. يا اخي اتق الله، بطل تدليس على الناس. اي حد عندك خطيه؟ ابراهيم عيسى سخر من كتاب الله عز وجل. فين ده؟ لما قال ما اغنى عني سلطانيه 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 سلطانيه، اليس سخريه من ايه في هو كتاب الله؟ هو كده من كتاب الله ولا من اللي كان يستخدم الايه اصلا؟ انت راجل اتق الله، يقرا ايه ويسخر. يعني ابراهيم عيسى كافر؟ من يسخر من كتاب الله كفر، من يسخر من رسول الله بس، من يسيء الى كتاب الله كفر. كفر. بس المعين ليس كافر. سيبك من المعين، يعني ده كفر. من تغلب طيب ودانت له البلاد والعباد وجبت له. يعني دلوقتي جابت الانقاذ، لو دانت ليها البلاد والعباد مفيش قتل ليها، هتبقى هي الحاكم الشرعي على كلام ابن قدامه. قول اصل المسيحي للدوله، اما ما تقارنش المسيحيين دول اصحاب البلد، دول اصحاب مصر. اصحاب مصر. والله العظيم تخيل، مفيش منهم ناس يعني هو شريك الوطن. قلنا شريك في الوطن، يبقى مش اقليه. فاهم الفرق اللي انت بتقوله؟ ما تقارنش على اوروبا خالص، انت هناك هجرت لهم، الراجل ده ما هجرش، ده صاحب البلد. واحنا اصحاب البلد برضه كنا ماله، يبقى هو يبقى رئيس. اجدادنا كانوا اسلموا، يبقى الدليل الكفاءه، يبقى الدليل الكفاءه. مفيش نص ديني اسمه رئيس جمهوريه. لا لا لا. طب قول لي النص اللي يمنع نائب الرئيس المسيحي يبقى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا لا ده مش طبيعي.